احنا اليوم المائدة المستديرة هي العنوان متاعها العنف المسلط على النساء. في جهة القيروان الوقاية الدعم التعهد والإدماج أكيد. صحيح اللي قانون 58 هو مكسب كبير للنساء في تونس ولحمايتهن من كل أشكال العنف، العنف النفسي، العنف الجنسي، العنف الاقتصادي، العنف الجسدي، وحتى ممكن في مرحلة أخرى العنف الإلكتروني. لكن بطبيعة فما بعض من الإخلالات في تطبيق هذا القانون، وممكن أيضا احنا نراه في التنسيق بين كل الأطراف المتدخلة. وذلك علاش احنا اليوم استدعينا من جهة مختلف منظمات المجتمع المدني اللي تعمل على مسألة حقوق النساء، ومن جهة أخرى كل الإدارات الجهوية اللي موجودة واللي تخدم على مسألة مكافحة العنف ضد النساء، بما في ذلك إدارة الصحة، ديوان وطن الأسرة والعمران البشري، التشغيل، موجود التعليم، وكذلك الفرق الأمنية المختصة. حبينا نشوف ما هي أهم التحديات اللي موجودة في قروان فيما يتعلق بقضايا العنف على النساء وعلى الأطفال، وكيفاش نجم نحسنوا من وندعموا من التنسيق بين مختلف هذه الأطراف المتداخلة، على خاطر بطبيعة مسألة العنف هي مسألة تهم المجتمع الكل، هي مش مسألة تصير في الفضاء الخاص، لكن هي مسألة تهم كل المجتمع. العنف يصير في الفضاء الخاص، في الفضاء العام، في وين تخدم نساء. دونك هذاك علاش ومع ارتفاع الأرقام الحقيقة اللي هي مفزعة بعض الشيء، لقينا أنه هين برشا أنه تكون مثل هذه الورشات ومثل هذه الأعمال لتوفير فرصة لمزيد التباحث حول العنف و كيفاش نجمو نحميو النساء المعنفات، يعني ما هي آليات اللي موجودة لحماية النساء المعنفات وآليات التعهد، وما هي مختلف الخدمات اللي تنجم تتمتع بها المرأة المعنفة. اليوم الإيفينمون الحقيقة كان ببادرة من صديقتنا سوسن جعدي المسؤولة على مشروع أوروميد في إطار ترسيخ وتأكيد قانون 58 وإمكانيات أن يساعد في تمكين المرأة ومنهضة العنف المسلط عليها. دونك هذا هو معناتها مناسبة كي من هكا منجم كان نكون حاضرات كمجتمع مدني وك معناتها جمعيات نساء ديمقراطيات. الإحصائيات الحقيقة دوسي كبير، الإحصائيات خاطر الإحصائيات لازمها تكون رسمية، يعني الوزارة، وزارة المرأة والدولة هي لازمها تقوم برصد و معناتها إحصاء حوادث العنف. في الحقيقة اللي ترتب على قانون 58 أنه معناتها يتم إرساء مرصد وطني لرصد معناتها قضايا وأشكال العنف في بلادنا، لكن المرصد هذا قاعد يراوح مكانه، ما قاعدش يقوم بعمل معناتها فعلي وناجع إلى حد الآن. المشكلة شنية؟ الحقيقة هي المشكلة مرتبطة بقانون 58 ككل، كما كنت تقولي سيا. المشكلة أنه القانون كمكسب تحقق على مستوى تشريع وعلى مستوى قانوني، لكن المشكلة هي في التفعيل متاعه، وهذا احنا معناتها ممثلين المجتمع المدني الكل قاعدين نأكدوا عليه ونطالبوا به انه يلزم تفعيل القانون هذا. نعرفوا مليح ان فما مشاكل هيكلية مرتبطة برصد الميزانيات اللازمة باش يتم تفعيل هالقوانين هذه على مستوى المؤسسات الأمنية. وفي الحقيقة إذن نقول انه فما كمان نقاط مضيئة، فما اليوم المرأة المعنفة كي تمشي تلقى فرقة مختصة تسمعها على مستوى المؤسسات الصحية. القانون تحط وفما بوادر أولى ونواتات خلينا نقوله باش يتم إرساء ومعناتها العمل بهالقانون هذا كما يجب، فما إجراءات ترتيبية لحقت من بعد الحقيقة، لكن احنا ماشيين في هالمسار هذا، والمجتمع المدني مش يقعد ديما يراقب في مدى تطبيق هالقانون هذا. العدد يمشي ويكبر، علما أنه اللي يوصلونا هما النساء اللي بالحق يتعثروا ما يلقاوش سبيل أنهم يلقاو حقهم. دونك لكن هذا ما يمنعش ملاحظة ارتفاع في الكم، سمحني، عدد النساء المعنفات باقي جينا والعدد يتزيد، ولكن ارتفاع أيضا في النوع، خاطر الظاهرة ولات توصل إلى تقتيل النساء. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.